شغل ما شغال ولا شنو يا اخوانا؟ انا زيكم ان شاء الله طيبين، بناكم بخير وعافيه، وربنا يحفظكم وربنا يحفظ اهاليكم وربنا يعني يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وينصر القوات المسلحه السودانيه على المرتزقه الجنجويده اولاد الحرام عديل. طيب عندنا طعميه يا اخوان، انا بقيت اللايبات يعني شنو الواحد لانه انا عندي ضغط، فشنو يعني لما انت تحسبه تقعد تهيج كده وبتاع ما يعني حتى انا قاعد امرض ومن التهيج لي ذاته يعني كده عامه دير. انا والله بتعامل معهم بكله لانه هم مسخره من قائدهم لحد اخر صالون، انه ناس مسخره ولا اي حاجه يعني النازل، فكون تهيج معهم وتديهم كلام منطق وبتاع ما حيمشي معهم. طبعا ما بيسمحوا النصايح، يعني قلنا لهم يا اخي صيد كويس الدري بس كان فاكي امورك طيبه اللي اكلته ده، لانك انت لابوك رباك لامك ربتك وزوره حرام ساي شغال عبد ذليل لال دقلو، فشنو بتسرق حق الناس وتخش بيوت الناس والطريق كان فاتح، هسه هات طريق قفلوا لك هتمشي بوين تاني؟ يعني انا محتار انت هتمشي بوين؟ كده عام انت هسه سرقت الحاجات دي هتمشي وين؟ وموضوع السرقه ده جاي هسه انا عندي كلام كده لانه والله ما ماكله معايا جنب اي حق الاولويه للروح والروح والحاجات دي، انه الناس تحفظ نفسها وبتاع، وانه يا اخي ربنا ينجي الناس من من الكره والناس اللي فيه، لكن الممتلكات دي اخوانا الممتلكات دي ما الناس ما مدينا حقها، يعني الناس اللي بيشيلوا بيسرقوا في حق الناس ولا يعني حتى كل البيوت دي كلها ده ما هتكل البيوت، تفتح بيت الزول وتشيل حياته وتجدعها برا ليه يا اخي؟ ليه يا اخي زولنا؟ ليه عارف ليه؟ لانه هم ذاتهم مبررين له السرقه، يعني لما نسمع نشيطين الجنجوي ديل كويس مبررين السرقه انه ده حقهم وحنك عنصريه وجلابه وكلام، يعني بول شد بطريقه ما عجيبه يا اخي. بيوت الناس كلها انت عارفه ده مكتوب شمالي ولا كلامهم الفارغ ده، يعني كميه من البلاد وكميه من الحقاره، في حقاره، يلا لما نكون في حقاره هنا بنطلع زينا ده بنستعلق عليك، لما يكون الموضوع هو حقاره بنتحاكر عليك في الواقع وفي المواقع، ده موضوع تاني. بس انا دار اروح على زول عندي قريبي والله كده كان يتناقش معي قريبي زول باطل ساي، انا اسي كتبته في التليفون قريبي ياو والله والله ده انا كتبته كده، فقام قال لي لا للحرب وانتوا السبب وانتوا الانانيين، والله كتب لي كده انتوا انانيين والبيحصل ده كله من سببكم. قلت له اسمع يا ياو انت، قلت له اسمع انت بيتكم اسي كيف سكت بيتهم الزول قريبي ياو ده بيته ده قاعد يا مان دلا بيته جه طردوه منه ودقوه ذاته وجا قال بعد لا للحرب، لانه ده النوع المستسلم ده زيه زي البوشي، البوشي كتب يا اخي الحقوا اهل الكلاكل الان انتهاكات وغيره وغيره، في نفس الوقت بعد ما خلص كلامه ده كله قام قال لك الحرب. طيب ناس الكلاكل دول ما قاعدين في محلهم، علاقتهم شنو بحمايتي؟ علاقتهم شنو بالديمقراطيه الدار تجيب لهم ذاته؟ وش انه مواطنين بس؟ المواطنين ده انت مشيت لهم عديل، انت قاعد تحارب الجيش مشيت للمواطنين، دخلت بيوت المواطنين طردت المواطنين زي حلتنا دي العشره، دي العشره دي قلت انت ما داير فيها زول كبر كبر، شفت كبر راس وكبر اكس وكبر اي حاجه، انت قلت ما داير مواطن في العشره اسي، ده علاقته شنو مواطن؟ ده علاقته شنو بالطين بتاعك ده؟ يعني ما انت متحارب مع الجيش امشي بحلات الجيش، انت تطرد المواطن بتشيل حقه بتفتح للنقز وبتشيل انت ذاتك، وتجي بعد تقول لا الحرب ما بسيب لك، لا للحرب كيف؟ قال لا للحرب انت خايف؟ يا اخوان اقول انا زول جبان، قول انا لا انا ما تربيت اقول كلمه حق، قولها كده عادي ما هي مشكله، قول يا اخوانا انا جبان دار احافظ على نفسي، وانت قايل لما تقول الكلام ده نفس الزول الحقار ده بخليك ما بخليك، ما هو قدامك ما بخليك، قدامك في الجنينه وقدامك في غيره وقدامك في الخرطوم دي تقول لهم الرعب والله ما بخليك برضه، لانه ده زول ده زول ده ما زول ده زول حيوان ساي، ده زول ما عنده اي علاقه باي حاجه، ده زول كلب عبد لحمتي، ده زول مملوك، شفت الكلب المربوط بجنزير ده الدعامي ده والله العظيم، ورات يعني يا ريت لو مربوط لزول مربوط لحمتي، حمتي المضروب تلقى في وكشته ما حمتي الراجل طر، انت قالوا منين يعني؟ ده زول مملوك مربوط بجنزير تتعامل معاه ده حيوان ده ما انسان،
فقصة كون الخوف انه بطبيعة الانسان، انا اتفهم انه في انسان خايف بطبيعة الانسان وزول انهزامي وزول مستسلم وزول ما قوي للشخصية، ممكن يستسلم زي ده، ما زول مستسلم زي قريبي ده، دخلوا له دقوا طلعوا ميتين ميتينه وشالوا حقه وجا كاتب لي انتوا السبب، انا احنا ديل والله كتب لي احنا السبب، انا احنا السبب في شنو هسي، انا دخلت بيتكم انا دقيتك، طيب الزول الدقاق ده سالت نفسك دقاق ليه؟ انا ما ده زي لما كنت برسل رساله للقحاته، ما كان تسمع كلامي ده، ما زول قربتك كان تشوف سبعتي ده، كان بكتب لهم، كان بقول لزول البياء اللي بيتكلم لنا بقول لنا لا الحرب وبتاع، كان تاخذ سيلفي لما دخلوا لك البيت يا قريبي، لما دخلوا لك البيت كان تعمل لهم كده بيس، تكون كيوت كده بيس، تقول لهم دعامه بيس لا للحرب، برضه كان بيحشروا لك، والله احتمال حركاتهم دي تستفزهم اكتر، يقوموا يتبلوك زياده، ممكن كانوا يقتلوك عادل. طيب اسي لا للحرب هبعد ده، هسي في انت لا للحرب معناه شنو؟ تعال انا اخذ نفسي ما كان اي زول، هسي انا ذول قاعد في العشر اقول، قول انا اسي ما برا السودان، انا قاعد في العشر قاعد في امانه اللي قاعد في بيتنا، ما علي ولا علي بالحرب دي، ما عندي اي مسؤوليه فيها، صح ولا ما صح؟ ما عندي مواطن، مواطن عادي دار اكل وبتاع، وقول انا شخصيتي ضعيفه، ما عندي اي شخصيه، زول من نظامي انهزامي، بقعد بس بدعي ربنا يا الله يا الله الدعم السريع ما يجيني في البيت، يا الله الجيش ما يجيني في الجيت في البيت، يا الله ما تقع في 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 بيتنا دانا، يا ربنا احفظ اسرتي، كده اكون قاعد كده قاعد في بيتنا، جاء ولك وكو جاء دفروا الباب، دفروا باب بيتنا، يا ولد اسمع تفتح متينك ده وبنركبك وبنركب اهلك وبنركب اجابك واطلع لي من البيت ده، لا يا اخواننا بيس، لا للحرب بيس، نو وور بيس يا شباب، ما ممكن يا دعامه، انتوا نحن جايين بالديمقراطيه، وانت الكلام ده بيكون ودوك لي الله عديل بدري بيكون دقوك وانتهوا منك. طيب هسي هنا ده يلا زيدان لما انا اقول لا للحرب، هسي انا طلعت بعد ما قلت لك قاعد في بيتنا وطردوني وعذبوني وعملوا لي الحاجه اللي انا ما عندي معها اي علاقه، اجي اقول لا للحرب، الحل شنو هنا؟ ما بتلموا الاثنين مع بعض، لا للحرب عشان ازول يطلع من بيتي يعني؟ لا للحرب عشان شنو يعني؟ انا طيب يا اخي اتعامل مع البني ادم ده كيف؟ عشان ما تقعد تكتب لي لا للحرب يا قريبي، يحشوك ثاني لو لقوك يحشوك، انا ما ده رجل. كام داون ودد، كام داون، كام داون يا معلم. الضغط يا معلم، كام داون يا ديسيس. يحشوك ثاني يا قريبتي يا قريبي، لو لقوك ثاني، لو لقوك ثاني يحشوك ثاني يا قريبي. ولو لقوك ثاني امشي اكتب لهم بيس لا للحرب ثاني عشان يركبوك ثاني. انت باطل سايد، دي بطاله، دي خياسه، ما عندها مسمى ثاني غير الحاجه دي يا اخواننا، عشان نكون واضحين، فهمت ولا لا الحرب؟ انا ما انسان سادي، عشان ما اقول لك لازم الناس بنيه ولازم الدم وبتاع، لكن انا في كيس زي ده، انا قلت لك انسان ضعيف شخصيه، ما عندي اي حاجه، قاعد في بيتي جاني زول طردني من بيتي، كسر حاجاتي، فتح بيتي. رجاله كده حمرت عين كده، ليه؟ لانه شايل سلاح. بس الميزه اللي فيه انه غدرني وشايل سلاح. لو كترت معاه ولو لو قللت معاه ممكن يقتلني، انت عارف لو قلت لا الحرب دي ذاته يفتكر انك بتتمسخر فيه ممكن تحت ديك تلقى. فعشان ما عشان ما تطلس الناس، خذ نفسك محل الزول ده، الزول المطرود من بيتهم، خذ نفسك محل الزول المنتهك، خذ نفسك محل الواقع الحاصل ده، ما تسمع لي بقال بيقول لك الناس ما قاعدين في البيوت، الدعم السريع مستوطن في البيوت، كان مستوطن في حلتي انا ولحد ياسي في جزء قاعد، والليله زول ساكن في الكلاك لاسي قاعد في بيوته، وفي بحري قاعد في غيره قاعد، ما دي النقعه الجديده بتاعت البطاله ديل، ما هو زول قلبي بين جنزير، ده عبدي يا زول، ده عبدي عديل، العبوديه انتهت من زمن الجاهليه، لكن ده العبيد قال دقلوا، حمدتي عديل مشتريهم ومشتري ابوه ومشتري اهله ومواكل امه ومواكل جده ومواكل عمه، السبايسيس الفوق دي حنك جلابه وزي حافظ وضحلتنا ده، عشان كده يا مصطفى هارون حشينا كده شعبتنا لا للحرب، اخوك ما مرتزق، حافظ انت ما قاعد في عشرة. حافظ ده انت ما تربيت مع اولاد العشرة، يوم 200 كان في عنصر يا حافظ، ها؟ على الله اجوك انا الصعلوك ده، انا اخو مصطفى هارون ده وتحلتنا، يقول لك انا قاتل مع لجان المقاومة ومع الدعم السريع، انت ما بتعرف زلمة العشرة دي؟ العشرة دي ما تربيت فيها، العشرة دي مع بيوتنا في بيوتك، ما بتخجل يا حافظ؟ ما بتخجل واخوك حاشينا بينك كاتبين ويا الحرب؟ ركبتك بلاك انت ومصطفى هارون كويس وندمت وتفعت على اليوم اللي عرفنا ازيكم ده يا الجسم العين لما الكعب لما نجي من القريب ده خطابات تطلع بتتكلم فيها لابس كاكي بتاع دامي سريع انت عباره عن كدك ما بتخجل اسرتك دي اسره محترمه يا اخي
اخوك فيلسوف لكن كان زول بيعرف الناس دي كلها. امشي من مسؤوليتك يا مستر هارون، تقدر تضرب لاخوك ده تكلمه يقول ده الصح وده الغلط، عشان ما تفلسفوا لي انا ساي على الله يا تسرع لا لا الحرب كاتب لنا في صفحتك. اخوك ما مجرم زي ده، هسه اخوك ده ما ممكن اتهم انه بيقتل في الضباط، بيقتل في اولاد حله المدرعات دي ما بتعرفون كلهم انتوا. حافظ ده لو طق عليه واحد قتله، قتل صاحبه عشان منه عشان دقله، وتقول دقله سايل فيك، دقله زاد سايل فيك. من اصغرهم ليه كبيرهم، اكثر ناس تدير امورهم طيبه والله ولا فاضين عليكم، عشان نفس الخطاب بتاع جلابه وزوجة الطين ده يا تو من عيال دقله قاعد يدوق معكم قسطير هسه يا عبيد يا جزم. انتوا عبيد ممالك لعيال دقله ومملوك، مملوك تموت دروعك رخيصه لانك زول مملوك. اصل انا ما عندي انا كبني ادم كده ما افكر، انا روحي دي بديها لابنه ليش عشان شنو؟ عشان نصر يا شهاده، قلت لك ما في نصر، حجابك ده ساي ما خلاص ده كده نار تكيك زي ما بقولوا، ما عندك حاجه انت يا زول. طيب نمشي للنقطه اللي بعديها. انا رساله والله، رساله للدعم السريع، ورساله لحراميه الدعم السريع، ورساله لاي حرامي. الجيش ما تسمعوا كلامه يا زول، الطريق فاتح بتاع بره ده. امشي طوالي يا زول، شلت حياتك ابقى مارق، ابقى مارق طوالي. انا اوصي اي حرامي، اي حرامي واي جزمه مرتزقه جايه من اللبيت ولا جايه من دارفور ولا جايه من اي زفت الطين عمل فيها حرامي وكذا وشايف الخرطوم دي بطاله وزي ما بتستفزوا الناس. انا المستنفر قاعد يسمعوا كلامكم ده بالمناسبه، قاعد يسمعوا في الكلام ده. اي سعلوك فيكم؟ اطلعت هذول بيان الجيش ده ولا انت مش شغالين به الفلول ديل؟ ما نشتغل به، طريق فاتح بتاع بارد امشي الليله كتروا على الاقل ابقوا كتر. والله الجزم مجهز لكم سرب عديل، سرب تعرف السرب؟ والله سرب بس، والله الزعت من طرف. ابقى مارق اي حرامي، ما الطريق فاتح يا زول، الجيش ده كلامه طابور ساي، ما تسمع كلام الجيش يا زول. الطريق ده فاتح ده عام، ابقوا مارقين طوالي، شيل العربات، شيل حق الناس يا باطل، شيل حاجات الناس يا باطل، بقيت تشيل بنات الناس، شيل يا باطل، ابقى مارق، ابقى مارق. بتصل ان شاء الله بتصل. ان شاء الله بتصل. طيب نجي للنقطة اللي بعديها، موضوع الحرامية. انا والله الحاجه دي ما اخلى معايا جنب، انا في البدايه كنت بقول لكم الروح وبتاع قبل كم يوم، لكن الحاجه دي ما اخلى معايا جنب يا اخي، الحاجه دي ما اخلى معايا جنب كونك انت مشحون بفهم انه شايف حاجه حقت زول شايفه حقتك ببرلا مو برلا. الصعاليك بتاعنا الدعم السريع ده دي خطاباتهم، مره يقول لك الديمقراطيه، مره يقول لك دوله 56، ربيع بهلال تطلع وعيسى موسى بيجا يطلع ومحمد تقول يقول لك نحن نشيل بيتكم وكويس، ولو ضابط ولو كوز ولو ما عارف مواطن لقينا بيتكم سمح. مال امك انت يا اخي، انت مال امك شايل بيت مواطن، هي فوضى هي. انا المستنفرين قاعد يسمعوا كلامكم ده، وزول اللي بيقول لا للحرب عشان يحرك فيه يبقى راجل شويه، اسمع كلامك ده على الاقل يبقى راجل يتكلم بلسانه ده يا اخي. باللسان ما قادرين عشان يستفزوكم ده بيشيلوا حقكم بحقاره. انا ما عارف الكوكب ده في سوداني باطل، ما انا الحقاره دي بتحرك اي زول والله، بالذات لو سوداني، لكن انا طينتكم دي انا ما عارف اجيتوا من وين والله. زول بيشيل حقك ومبرر له انه بيشيل حقك، في تبرير، في تبرير انه انا قاعد اشيل حقك لانه ده حقي انا ده، في تبرير من متحدثين قاعدين لاجئين برا هو حمايتي سبب في لجوءهم ده ذاته، مع انه هو كان شماشي قاعد في برج البركه، لكن زي ما محمد تقول ده بالقانون. لو في رجال في لندن، لو في ناس بجد رجال كلامك ده ما بتقوله والله، لا انت لا ربيع، ولو في رجال في فرنسا كلامك ده برضه ما بتقوله، لكن الكلام ده له 4 سنين ما فزو. الناس دي ما فاضيه لكم انتم باعتبارها انه يعني ده طيب زمن سهل يفتح فيكم بلاغ وكلام فارغ صحيح، لكن بنحاسبك بكلامك ده انت، وده بنخليك تقول كلامك ده عشان الناس يسمعوا كلامكم زي ده. مال امك انت انا جايب البيت ده من وين؟ مال اهل ابو الجاب، ام قبيله ابو الجاب ابوك انت؟ انا شايل حقك، تعال شيل حقك ده. لكن تقعد تبرر للناس تقول لهم شيلوا حقكم، تقعد تبرر للناس تقول لهم يا اخي ده حقكم شيلوه من بيوت الناس. طيب الكلام ده لاي زول في الحله يا اخي؟ عاني يا معلم، انت مش قاعد هسه في الحله ما مركت؟ انت مركت ما دار ترجع، دي ما حاجه بترجع لك، انا والله ما بتدخل فيها. كويس؟ لكن انت زول القاعد في الحله ده هسه داش، ركز معي، زول داش لقيته اقتله. كلم يا مان، ما في اي 2 3 ولا في اي حاجه، عدى مش تحريض؟ ده تحريض بالواضح كده يا اخي. يا اخي زول ده جاء لقيته مطرف في الحله، لقيته مطرف، مطرف، قال يشيل في حق زول، وبالذات بيشيل في حقك، بيشيل في حق جيرانك، وانت لقيته وانتوا ناس كتار، وكويس، ويا ريت لو مسلحين، يا ريت. كلم، انت عارف الله 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 اللي في سماه ده بالدين وبالاي فهم، اول حاجه اهم حاجه الدين ده صح؟ الله ما عنده معك مشكله والله،
والله ما بتحسب. دي مش روح، دي روح رخيصة، دي روح استرخصت حق الناس، دي روح استرخصت تعب الناس. الحياة دي ما أقدر أوصيك لها، وأنت واعي وعارف. أنا كلامي لك بشغل بتاع سحل بعل بتاع شباب، عرفت كلامي؟ مش السودان ده عزبك كده وطلع عينك ونزل حقارين، أظل بيسرقك ويتحقرن فيك. الحرامة ده بيجي بيعرفك إنك مستضعف وقاعد يشيل حقك ومتغرسن فيك، ليه مطفور من الدعامة دي؟ والدعامة ذاته بيشيلوا حقك وبيتغرسنوا فيك رجالة كده. يلا بعدها أنت يا معلم إذا عندك سلاح النازل ما أرجل منك والله، وأنت صاحب حق والله معك. فلو لقيت مطرف زي ده قاعد يشيلها في عربية ولا النيجرز عاملين فيها نحن واسكوت وزفت الطين ونحن الراستات وملزوزين من الدعم السري، لأنه الزول ده ما بيسمع كلامك، الزول ده ملزوز إنه ده حقك أنت وخلاص. يا أنا يا أنت شيل حق ده، يعني يا أخي حرام حق الناس يا أخي. يا أخي أنتوا ناس مضرين لدرجة إنه يا أخي دي حاجة لقدام بيحاسبوا بها السودانيين. للأسف إنه يوم من الأيام في حرب حصلت في السودان، في جزم ما عندهم دين ولا عندهم أهل ولا عندهم شرف ولا عندهم أمانة، عاملين سوق بممتلكات الناس، سوق بممتلكات الناس. زي ده أنا لو لقيته مطرف يموت، يمشي لله دغري، يموت عديل. كلم يا من أقتلوا عديل، أقتلوا قتل عديل، شيل روحه عديل كده، لأنه زول حيشيل حقك وممكن يتغرصن فيك وممكن يقتلك أنت ذاتك، لأنه حق قارين. ده كلام بيطلع في الميديا عديل يقول لك إحنا بنشيل حقك، إحنا بنشيل حقك عديل. بيطلع في الميديا بيقول لك بالواضح ما بيزيسها منك، بيقول لك اسمع لقينا بيتكم ده بنخش ونقعد فيه. بيطلع في شعيرات الصعلوقة الثانية اللي هي ده بريطانيا بيقول لك إحنا بيتكم ده يا زول إحنا قاعدين، أقعد فيهم يا زول، أنتوا كدعام عشان تجيبوا الديمقراطية أقعد فيهم. خلاص أقعد أنت مش قاعد أنت الليلة قاعد في الخرطوم ده. أنا كلامي ده للشباب تحديدا، أنت مش قاعد في الخرطوم دي، قاعد بس غض النظر الظرف اللي قاعد فيه. لقيت سان مطرف بيكدك في حاجة، لقيت مرة بتكدك في حاجة، كلهار يا مان انتهي منا عديل كده. ليه؟ عشان دي تشوف اخوتها، لما انت تشوفهم مرميين قاعدين ما تصورهم راكدين طرة، لا ما دارين نشوف حاجة. انا بتصورهم راكدين طرة ولا شو؟ بتصورهم راكدين طرة. شفت الدي دي تي بتاع امبارح ده في الشجرة ده بتاع العمل الخاص ولا في جبرة ده؟ ماسكنه اسير كده ماشي، الدولار شلوت ليب دقوت ده طلقة في راسه. نفس الشغل ده، نفس كوبي بس، نفس الشغل اللي اشتغله انت يا معلم بس. ويا ريت لو مسلح، ولو ما مسلح الكترة بتخرب الشجاعة. لقيتهم ثلاثة انفار ولوكم نار، لقيتوا لكم نفرين مطرفين نقص، تموتوا بهم. حرامي دعم سريع وانت مسلح تموت بهم يا زول. اقدروا لو لقيت طريقة تقدروا بعد ما يشيل الحاجة وتأمن نفسك انت، اقدروا عديل كده، اقدروا عديل ودي لي الله. ده ما يقعد، ده يقعد لشنو؟ ده بيسرقك ومبرر له بالسرقة. يا اخي حرام يا اخي، يا اخي والله حق الناس ده حر خلاص. يا اخي انت ابوك ما ربك؟ ابوك ده لما يربي بني ادم يطلع بني ادم في الدنيا ده بيقول لك حاجتين، ما تبقى نياو وما تبقى حرامي. ده الراجل كده لما يولدوه بط كده بيجيبوه بينزلوه كده بيقولوا له حاجتين، ما تبقى وقت حرام، ما تبقى زول حرامي وما تبقى نياو مثلي، مات الاثنين ده ما تبقاين. لكن انت ده كله لامي فيك، بتشيل حق الناس ومبرر لك بانك بشيل حق الناس، والله حر خلاص يا اخي، وبحقاره كمان. فزي ده لقيتوا اقتلوا يا اخوانا شيروا لي الجزئيه دي. اي زول لقيتوا مطرف اقتلوا عديل ودي له الله. سهله ما دي شفت دي كمان، ده ابليس بيساعدك فيها الكتله زي دي، بيساعدك ابليس ذاته بيساعدك فيها. خليك من اي حاجه ثانيه، توديه لي الله. زول اللي بيسرق حقك ده توديه لي الله. لقيته مطرف توديه لي الله. لقيته مره توديها لي الله، مره ما تسويها. لكن شفت النقص اللي بتجيبهم ولا الحراميه الجايبهم نايمين طول ذيل ما بيلزمونه والله، بتصورهم ليه؟ انا اشوفه ها صورته، حتودي وين؟ حتودي الجيش ودي وين؟ ما داعي يداري ذاته والله. وتسمع يا قرقر الكلام ده فيك يا ربيع والربيع، ولا دخلوا ذاته يا قرقر الكلام ده جوا راسكم، ولا اي صعلوك. والمجرم ده انت قاعد تجيبه لقبيلتك، انا اي دونت جيف افك يا صاحبي. ما تقول لي بعدين واي عنصريه وبتاع، انا بعامل المجرم ده مجرم، انت بتشيله بتجيبه لنفسك. ما تطلع لي بعدين تقول لي دي العنصريه ودي البتاع، البيوت اللي بتسرق دي بتسرق بيت الغرابي وبيت بيت الشاجي وبيت الجعلي وبيت بيت الزغاوي وبيت اي، شفت قبيله في السودان قاعد يسرق بيوت الان، ما مكتوبه في يافطه البيت. ما ويلكم بيت الجعلي، ويلكم بيت الشاجي، لا انت فاهم غلط عزيزي، ده بيت مواطن تتبلى بس. ما عندك حاجه، لونك اسود، لونك بني، لونك بنفسجي، اي دونت جيف ا فك، تموت
لقيتوا شباب بالذات جبرة والعشرة، لقيتوا شباب والكلاك لو غيروا المناطق اللي هسه فيها ناس بالذات جبرة دي، المناطق اللي فيها شوية بتاع الشباب قاعدين فيها موجودة وشويس وشبه نظيفة هسه، بس تارة بيجوا الشفاتة دي عاملين فيها غراسين وصعاليك، لقيتوا الساندا توديوا. والفداية طلع في الفيديو بتاع جبرة ده المفروض تمشي تكون سلحت زمان، دول زول خلص يا زول الجنل في جبرة ده جاي توديه تصوروا لنا ميت. ادي دي تي عديل كده، دي تي اللي كان قبل اول امبارح في جبره دي، دول عصير ماسكين دوكو في تيري رموه في الوطن تخدوا طلقه في راسه، بس تدارونه منك عشان تاني الحرامي ده لما نشوف فيديو زي ده، فيديو دي ده من مره شفته من محله ما بيطلع، لانه هو طالع احتمال دار يسرق، لازم تاخد تراه في عقله الداخلي ده انه انا طالع ماشي اسرق معناه ممكن اموت، اذا الدعم السريع فكك لا اخوي نحن نقتلك. والله الدعم السريع مش خش البيت سرق الحياة القيمة وخلي لك الفتافيت غسالة وثلاجة وبتاع، لا بتلزمني والله بتلزمني، اجي القاك داعش بوديك لي الله عديل تقتل عديل كده، ده الدين قال كده، خليك من اي حياة تاني القانون ذاته معك يا اخي، فاتحين فما بتخجلوا فاتحين سوق عديل بتاع سوق بتاع ممتلكات ناس، خليك من العربات يا اخي، العربات دعم سريع ده ابدع فيها ذاته والله، انتوا نيكس لما منها في طريقة جايبين سحابات يشيلوا العربية، عينك قتلتوا كم أسرة انتوا، في زول فتح ميتين وده كم أسرة يتمتم، انتوا عارفين في زول عنده داتا بيت هسه بالأسرة اللي الأسرة قتلت في بيتهم، انا بس بعرف من حواليني بعرف 16 نفر فيهم عمك كبير، وحكيتها قبل كده فيهم عمك كبير في الصحافة عمره 70 سنة، ده النا عمك الكبار اللي بيكون قاعد قدام بيته، شوف السادية بتاعت الجزم ده، عشان كده لكل فرة فعل نفس القوة نفس شفت نفس شدة البأس في الجرم، المفروض المعاملة المواطنين يعاملوكم بالطريقة دي، قال بتلقى مطرف بس عمك 70 سنة قاعد قدام بيتهم، والله الكلام ده في الصحافة أقسم بالله كويس، قاعد قدام بيتهم جت تاتشر له عمره 70 سنة، جت تاتشر الأول فو كلام ده بداية الحرب أظن يوم 29 ولا يوم 30 أبريل ولا يوم 1/5 بالتقريب، أنا بتذكر كان العزة الشباب هنا مشوا ليه لأنه قريب زول من أصحابنا ديل 70 سنة، تاتشر الأول جماشي قال لهم يا الله يجزاكم البلد باظت، جت تاتشر الثاني الله يجزاكم البلد باظت يا عيال، قال لهم نزل شافع 7 سنة، شافع ده في العسكرية 7 سنة ده صغير عمره زي 15-16 سنة، ما دق عمك ده في حتة الا في ركبته، راجل كبير بالمشاية بتاعته ديك، نزل ود الحرام ده ود التشادية ده، جت طلع ده تو ودا له في طلقة في ركبته هنا في ركبته ادى الطلقة، عمك سبحان الله توفى طبعا، اخذ يوم في المستشفى وتوفى لانه اول حاجه العلاجات ما في والاصابه ذاته في حته ذاته، يعني ده زي زول اللي بدك تلقى في باطك ده يعني بني ادمين ما انزل الله بهم سلطان، حسن ابو الاربع عيال داخل بيت ناس، حسن ليش انت قتلت حسن؟ عنده 4 شفة قاعد في بيت في امان الله، ده الناس اللي بيقولوا لا للحرب دخلوا الدعامه دار يسوقوا دار يدقوه دقوه جوا بيتهم كويس، ودار يشيلوا عربيته واظن بتكون عجبتهم المره برضه، حسن ربط معهم بنية مات قتله طلقة لأنه فايتنه بسلاح، حسن ده لو كان قال لهم لا للحرب كان سمعوا، حسن زنبه شنو ناسي الأربعة شوف عيال حسن ده زنبه شنو، ده ما نصيب بيحصل في الجنينة، انت قال هو الجنينة الخرطومة واحد، انت قال اللي بيحصل شنو يعني الجنينة قاعد يحصل من بدري، قاعد يحصل من بدري هسي قاعد يحصل في الخرطوم شنو يعني احمد كسر البيوع عتلينا ده، نفس اللي بيحصل في الجنينة قاعد يحصل في الخرطوم هسي، نفس المواطنين معانين هنا ومعانين هناك، ودي برضه اللي صار الناس بتقول لك ما قاعد تتكلم عن دارفور ما قاعد تتكلم عن دارفور، والله العظيم انا سبق وقلت لكم 4 سنين بقول لكم ما حيطلع ميتينكم ودينكم الاثنين مع بعض الا عيالكم ديل، الليله في 350 ناشب من دارفور، افتح اي زول قاعد يتكلم ما عدا المحترمين يحسبوا بالعدد، ولا حنقش على الناس ابناء دارفور المحترمين يحسبوا بالعدد اللي بيتكلموا في السوشيال ميديا، تعال شوف بس افتح لك واحد بيتكلم عن نسوان الناس، افتح لك الثاني منزل له فيديوهات ود مكة الصعلوقة الثانية ده الصعلوقة الثانية أحمد كسلة عامل مريض ولا ما عنده أي حاجة يقول لك سمسم افتح لك هذا بيتكلم لك كلام فارق، الشغل اللي قاله فتح الدار نمشي الجنة وريناك أحمد كسلة دار تعمل شنو، كلم النازل تمشي الحامية اقتحم الحامية عادي عشان تحمي أهلك، ما علاقة مواطن الشمال شنو، كلكم نظراتكم قبلية بحتة يعني، بتجي بتستفز الناس بتقول لهم انتوا الشمالي شايفين نفسكم عرب كويس يلا ايه تراكموا مع بعض ودوم نسوانكم، ده خطاب ابناء دارفور، ده خطاب اغلبيه ابناء دارفور، انا اقول لك شنو، انا بقول لك كزول دارفور كالقاعد اسي في معسكر ادري ده
كويس. شوف حاكمكم ذاته بيتكلم شنو، احنا مع عدل ونحن لا مع عدل ولا مع عدل، وها ها ها بيضحك، احنا نحمل فاشر ونحن نكون قاعدين ونحن ما عارف شنو. ده حاكم اقليم بالدستور القانون مسؤول من الفاشر ومن الجنينه ومن مستري ومن كولجي ومن مع جبل مون ومن نياله ومن الفاشر ومن الدعان ومن اي حته في دارفور دي مسؤول منها بالدستور والقانون. قلت لك اطلع كاشفني كحاكم اقليم كويس بالابستكلز اللي حصل لك بالعوارض اللي حصل لك. قول لي يا اخي انت ما قدرت تدي الناس سلاح ولا الحاجه اللي حصلت في الجنينه دي. انت الجنينه دي لو ماتوا فيها 5000 بني ادم، 5000 بني ادم في ظرف 10 دايز، انت بعد 10 ايام من الحادثه حتى فتحت بلعت دي في بوست، بعد ذاك اللي جيناك مشيت عملت فيديو، انت كحاكم ينقلم انا عمل لك شنو ثاني يا ابني دارفور؟ ما حيطلع دينك وما حيطلع ميتينك وميتين اهلك الا زيك ده. انا ما حقدر اقدم لك حاجه يا ابني دارفور. انت بتخلي المشاكل كلها وبتمشي تمسك المواطن ده. انا هسي قاعد اخاطب في مواطن زي احمد كسل ده، افتح لك لايف وهسي بجيب القلب اخاطب في المواطن. اذا اي دونت جيف ا فاك يا صاحبي يا اخي، اذا اي دونت جيف ا ديم يا صاحبي يا اخي، بل واضح كده انا ما حقدر اعمل لك حاجه يا زول. انت نفسك ما قادر تساعده، انت القانون معاك وعندك حاكم اقليم وعندك ومواطنين انا بقيف معاك، لكن انا اجيب اتكلم هسي بجيب افتح لي لايف اطلع واحد بيكون فاتح فيني لايف بيسي فيني انا ود الجلابه وكل منكم وبتاع. انا في غنى اسمع كلام؟ لا 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 في غنى اسمع كلام زي ده يا مان. انا بقول لك ربنا يعين المسكين ده وقلبي معاه، وزول المسكين القاعد في معسكر ادري ده هسي ده ربنا يعينه. انت ربنا يطلع دينك لانه انت ما عندك دين عديل. بقول لك 350 ناس من ابناء دارفور، الدعم السريع ده مطلع دين الناس كلها هسي سبورت للدعم السريع. انا اعمل لك شنو؟ انا اعمل لك شنو هسي ذاك ولد عجبنا ولد عجبنا ولد عجبنا هسي يمسك الليله ولا بكره؟ المشكله ايه ده يعني؟ الصاروخ اللي بيجود ذاك علاقته شنو انا بقى كمواطن بتاع الشمال؟ انت بتفتح اللايف بيجيك واحد ضيف بيكون بيتكلم معك، انت من جوا مخك فاكر انه المشكله في البني ادم ده بسقاطه وبتاع، ما يسكت يا اخي، يقول اعمل لك شنو يعني؟ هو نفسه منتهك الان، يعمل لك شنو يعني؟ وفي النوع المستفز الشديد شامت الحاجه العاصفه دي يقول لك حسوا بالحاسينه، اوكي حاسينه احنا قبلانينه. حس الحرب دي حاسينه قبلانينه، لما القائد قال يا اخي استنفر بيلبس نظاره والملابس نظاره والاعرج والعينه مبلغ كمان كنا قدام، تسمع رشد وتسمع فيها ضانك. شفت لو ما ضرب تلقى رشد دي وطلع تسعدني اقسم بالله. راجل قلص اسد مما نادى المنادي رجعت تسمع اسي الفيديو اشغله لك اسي تمشي تلقى لافي دي قريبه دي في نهر النيل وفي الشماليه وفي غيره في جبل لوليا وفي غيره. لما نادى المنادي رجعت انت بتطلع لايف او الدارفور بتقول لي نحن مشكلتنا، بيطلع لي يعقوب دكتوره بيطلع بيقول لي يعقوب الشمال يقول لي مشكلتنا ما مع الدعم السريع، مشكلتنا ما مع قبائل. من قال لك مشكلته مع قبائل؟ القبائل برا في جنوب دارفور بتطلع بتقول لنا دعم سريع، انا بعمل لك دعم سريع، انا ما عندي لا حاجه يا زول. هي براها بتطلع بتقول لنا دعم سريع، انا حرامي، انا مغتصب، انا بجيب ناس، انا بشتري ناس، انا بخش بيوت الناس، انا بنتهك حرمات الناس، انا زول ابن حرام عديل. هي براها بتقول لي كده، انا ما بجمعها. هي براها بتمشي تقول الكلام ده. انت تقول لي مشكلتي ما مع النازل، مشكلتي مع الزول ده، مشكلتي مع زولك من يا زول، مشكلتي مع الزول في البقعه دي. اوكي ما في مشكله، اكسب ذات، بس ما تتكلم معي. انا هسه قاعد عندي في الخرطوم المواجهه اي زول ده، انا الخرطوم دي عندي فيها ناس وعندي فيها اهل وعندي فيها بيت وعندي فيها ممتلكات. انت راكب راس وانا راكب معاك راس، انت دارتك بالله ونحن دارنا بالك. ينتهي مننا واحد نقطة العربي منتهي، ما دار معك اي كلام ثاني، فما تيجي تقول لي يا اخي انت ما بتتكلم وانت فارج عيشتك من الناس، انت اللي قاعد تفرج عيشتك من الناس. تعليقات دي كثير بتلقاها ليه ما قاعد تتكلم عن دارفور؟ والله دارفور اهل، لكن ربنا يعينكم في نشطاكم ديل. ديل اخيس واجبن من خلق شفته من جابت مرأة سودانية في العالم. اخيس واجبن الناس. وقت المسؤولية راجل فيهم بيتحمل مسؤوليته مرف، والله العظيم، والله دي مواقفكم، احنا قاعد نتكلم عن واقع افتراضي، أنا بتكلم بناءً على الواقع الافتراضي اللي قدامكم، وكلكم الـ 44 نفر ديل بتكونوا شفتوا نشطاء دارفور عاملين كيف؟ إلا قليلاً المحترمين، وما كتار والله بالعدد، 1 2 3 4 5 6 7 بل كثير، الباقي كله جزم، الباقي كله متشفي، وفي نفس الوقت المتشفي ده هو ذاته ما عاني، كمثال شكشوك اللي اسمه احمد تقول له كان قاعد شغال في البركه دي وشاف معسكر النزوح ده. وين احمد تقول له؟ ما لقى معسكر النزوح بعينه، جلابي واموره طيب، عندي اي بلاغات قاعد عنده بترينا واموره ظابطه، ما عنده اي بلاغات. ما شاف بريطانيا قدم لجوء احمد تركي ابن ده لجوء
ما عانى ذات المعاناة اللي بيقولوا عليها في هذه. الصعلوقة الثاني ده من الأردن مش أمريكا ودمكة، ده اسمع عن كلامهم. الصعلوقة الثالث ده مين كسله؟ هو اسمه الكسلة. مين كسله؟ جاء كده قدم لجوانا من دارفور وموري بتاعه وناي وجكك وربط الموضوع بأنه نحن عشان زحى من البرهان. يا أخوي تحرق أنت والبرهان، دي ما شغلتي، لكن الكلام اللي تقوله ده باطل. انت الاحداث كلها خليها مازق في مواطن، المواطن ده يحشك ويقشك ويرشك وما حيطلع. اسمع من هنا للجنينة ما حيطلع ميتين اهل الجنينة الا زيك ده احمد كسلة واهل دارفور كلهم. شفت حاكمك من ناوي ده تعب ورود صلي له ما راجل وعمره ما يتحمل مسؤولية. ما تتحاسبني انا، تشبكني ابناء الشمال وابناء البتاع ده بحشك، ما عندي له ولا بتعاطف معك ولا تطلب مني احسبها زي ما قدرت احسبها. لكن المحترم فوق الراس واللابس كده سوداني، سوداني مقدس بالنسبه لي انا. ما الخيابه، اطلعوا نطالب اولادنا يطلعوا من الجيش. وريناك وردينا لك على الكلام ده، قلنا لك اللابس كاكي ده كويس اذا هو اصلا حالف قسم لقبيلته والله ما بيلزمنا، لكن هم اشرف واكرم من جابوكم ولسه مصددين قاعدين في الميدان. ده جيش، ده جوجو جيش، ما سمعتها؟ جيش جيش جيش، دي ما سمعتها يا باطل؟ اسمع وتقلقل في راسك، مين اللي دارفور هناك؟ امشي الجيش ده عندك حاميه هناك مش سلمت صدعين ولا وينه؟ وي دونت جيف ادام يا صاحبي. عندك هناك على في الجنينة دي عندك 3 كيلو الحامية، أبقى راجل أمشي خش شيل سلاح هناك ولا تشيل ذخيرة، شيل سلاح بين ذخيرته وخلي زول تلقى زول يجي ضدك. لكن واي واي والشماليين ولا قدرت ولا اتكلمت مع الجيزات، اتكلمت معي انا ده حيوان ولا شنو؟ انت بليز ولا شنو احمد كسلة؟ هسه زي ده ما تفولك في وشك انا واركب في راسك وعلم عليك لانك جاي الادب والجسم وباستفزازاتها. نفس استفزازات الدعم السريع دي اللي بيقول لك يا اخي اللي جيتوا بيت تشيله ما حقكم ده. اللي يقول لك احنا مزيل جزم ده، اللي يقول لك احنا مستنين منقط شندي، دار تحلي بيتحلوا باذن الله. الطريق فاتح هسه، اي ابن حرام فيكم يشيل عربيه ويبقى مارك؟ الطريق فاتح هسه، كلم انت وجابك واهلك وجاي من هناك دار يسترزق برضه في الحرب دي، خلي لي يمشي الطريق فاتح. يا اخ ولات ما عندي لكم كلام كثير ثاني يا اخوان، انا هيك ما عليك دكتور تفع والله ما انه ما محتاج لا تستاهل، لكن بس لانه مواضيع كثيره مشربكه ماكله معي جنبه والله يا شباب. اسال الله يا اهل الخرطوم، نسال الله انه ربنا يعودكم ويعودنا جميعا يا اخي، ربنا يعودنا كلنا بحق كل نفس بريئه، بحق كل شفت الثلاجه دي، الثلاجه دي جايب الحلال وجايب العرق مدفق فيها عرق والله العظيم. شفت الثلاجه دي، التلاجة اللي شايفها هنا دي مجوعة برا دي، شفتوا من وقتين فيها حرك ماكلين حلال صر. لكن ربنا معود ومصندين معك ولآخر يوم مع الجيش ولحد آخر صعلوك فيكم برضو مع الجيش. الرضا رضا الأبرار. تاني جيش جيش جيش، الكلام ده معنويات، الكلام ده نحن مؤمنين ومسلمين به. ولسه التخريج الناس ما خرجت قعدت، والمسنفرين ديال ما عشان يخوضوا مع يمشوا مع العمل الخاص وتلقاهم لا لا في الصندوق، لا بتلقى قاعد يشيل البيت. ابن حرام فيكم خليه يجي خش بيت زول ثاني، قربوا يتخرجوا. والله السودان ده كله يبقى للجيش، والله السودان ده شفت الحجر يضرب نار ثاني. تمشي وين انت؟ انت على باطل، وليه يوم الدين حتظل مع باطل، وانت باطل والرباك باطل وجابك باطل، وعمرك ما ترجع وعمرك ما تعرف شرف، وبتقول عربي تبا لك يا مرض. ما عنده علاقه الكلام ده، شغلكم ده خياسه. واحد اخيس من انجب تحول زيك ده، انت والحرامي زي ده، وانت اللي بيقول لك لا للحرب ده، لانه زول باطل ده، زول انهزامي ده، زول مستسلم والسوداني. ما في زول باطل، ما في زول، ما في زول فيه بيتحاقروا عليه وبيقول لك امين. ده في العالم ما في يا زول الا في زيك ده، يا تطينه يا تدين انت وليه قريبين هنا. تاني ترجع السودان ويلاقوك تاني بكلامك ده، وتاني يحشوك، وتاني ترسل لي، تاني بحشك، وتاني بركبك، وتاني بنبزك. انا احترمت الناس ده، لكن الكلام اللي قلته لك تاني لو رسلته لي تاني بسب لك، وتكون قطيعه بيني وبينك ليوم الدين يا باطل. سلام عليكم.